السلام عليكم إخواني التلاميذ، الآن مع تتمة درس التناقص الإشعاعي. كما رأينا في الفيديو السابق مختلف الأنشطة الإشعاعية، ألقينا نشاط ألفا وانبعاث دقيقة الهيليوم، والنشاط بيتا بلس انبعاث بوزيترون، والنشاط بيتا موان هو انبعاث الكترون. الان في هذه الفقره سنرى الفقره الثانيه، تمثيل الانشطه الاشعاعيه في مخطط سيجري. أو مخطط ان زد. نأخذ أولا نشاط ألفا، تمثيل النشاط الإشعاعي ألفا. لدينا إكس أزد، نويدة إكس أزد خدعت النشاط ألفا فأعطتنا دقيقة الهيليوم 4 جوج، ودقيقة إكريك هي أ ناقص 4 وزد ناقص 2. نأخذ مثال اليورانيوم 238 92، خدع لنشاط ألفا فأعطانا دقيقة الهيليوم 4 جوج، ونويدة الثوريوم 234 90. الآن الذي يهمنا في هذه الفقرة هو التمثيل ديالو. كيفاش غنديرو؟ غنحدو عدد البروتونات شحال هو، زد هو 92، وعدد النوترونات هو 238 ناقص 92 اللي هو 146، وعدد نمشيو دابا للثوريوم، عدد البروتونات شحال هو، زد هو 90، وعدد النوترونات هو 234 ناقص 90 اللي هو 144. كيفاش نبدلوه؟ اذا حنا اللي تمنا في الفقره هو التمثيل ديالو، هو التمثيل ديالو. اذا شنو عندنا هنا؟ مخطط ان زد، مخطط تيغري ها ان ها زد 0، عندنا زد 90، اذا هي 90 91 92، وعندنا ان 146 و144. مثلا 144 145 146. المثل اولا نويدة الاورانيوم شحال لقينا؟ 92 146، إذن ها 92 146 هاهي هاهي نويدة الأورانيوم شحال لقينا؟ 238 92. ونمثلو دابا نويدة الثوريوم شحال لقينا؟ 90 هاهي 144 هاهي ثوريوم 234 90. اذا شنو عندنا حنا؟ الاورانيوم مشى عند الثوريوم، اذا ها هو النشاط الفا، هو التمثيل ديالو. هذه هي طريقه اسهل لمعرفه تمثيل النشاط الاشعاعي.
نمشيو دابا بصفة عامة. عندنا حنا واحد النويضة اكس ا زد كيما بغات تكون، ها هي عطاتنا النويضة ايكغيك ا ناقص 4 زد ناقص 2 زائد الهيليوم 4 2. حنا بغينا نمثلوها، اذا شحال عندنا ا شحال عندنا زد؟ حنا بغينا نمثلوها، اذا ها هو عندنا زد وعندنا ان اللي هو ا ناقص زد. غنمشيو للنويضة المتولدة، شحال زد ديالها؟ يعني زد جديد هو زد ناقص 2، وشحال ان بريم ديالها عدد نوترونات؟ هو ا ناقص 4 ناقص زد ناقص 2، يعني هذا ناقص هذا. شنو غادي نلقى؟ ان بريم جديد هو ا ناقص 4 ناقص زد زائد 2. شنو غادي نلقى؟ نلقاو ا ناقص زد ها هي، وناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2، وهذا شكون هو؟ هو ان. اذا ان بريم شنو هو؟ هو ان اللي كان عندنا ناقص 2. ماذا نلاحظ؟ ان زد ديال اكس ولا زد ناقص 2، و ان ديال اكس شنو ولا؟ ولا ان ناقص 2. غنمشي نمثلوه بصفة عامة في مخطط ان زد، ها زد ها ان ها زيرو. نمشي نمثلوه، اذا ها هي زد، ها هي زد، زد ناقص 2 هاهي. عاوتاني نمثلو ان، هاهي ان ناقص 2. نمثلو النويضة الأصلية زد، هاهي النويضة الأصلية اكس ا زد، والنويضة الأخرى زد ناقص 2 و ان ناقص 2، هاهي ايكغيك ا ناقص 4 وزد ناقص 2. اذا هو النشاط الفا. دائما نشاط الفا نحو المركز، دائما الفا متجه نحو المركز. اذا حنا اللي تهمنا هو هذا التمثيل، هذا هو احسن مثال، هذا هو احسن مثال كيفاش تمثلوا النويضة. الآن نمشيو لنا تمثيل نشاط، تمثيل نشاط بيتا موان. ناخذ المثال الكوبالت 60 27، شنو عطانا؟ عطانا النيكل 28 60 زائد الكترون، نبيع دقيقة الالكترون. شو تنديرو؟ اسهل طريقة هي هذه. شحال عدد بروتونات؟ زد 27، وعدد النوترونات هي 60 ناقص 27، هي شحال؟ هي 33. والنيكل شحال عدد البروتونات؟ 28، وشحال عدد النوترونات؟ هو 60 ناقص 28 هو 32. التمثيل ديالو ها هو، هذه احسن طريقه. ان زد 0، اذا ها هي 27 وها هي 28 وها هي 32 وها هي 33. نمثلو الكوبالت، شاندو 27 33، اذا 27 33 هايا هايا. الكوبالت سي او 60 27،
ونمثلو دابا النيكل شحال عندو؟ 28 32 28 32 هاي 28 60. وشنو عندنا حنا؟ عندنا الكوبالت عطانا النيكل، إذا ها هو السهم ديال بيتا موان. دائما اتخذوا قاعدة، دائما بيتا موان متجه نحو الأفاصيل، يعني زد كبيرة. اللي بغى يمثل بصفة عامة، شنو عندنا معادلة التفتت ديال بيتا موان؟ شنو عطانا؟ أ زد ناقص واحد زائد واحد، والإلكترون زد ناقص واحد. إذا عندنا زد هاهي، وعندنا إن اللي هي أ ناقص زد. ألقاو نويضة أخرى، زد بريم ديالها شنو هو؟ هو زد بلس أ، و إن بريم ديالها هو هذا ناقص هذا، إذا هو أ ناقص زد زائد واحد، اللي هو شحال؟ هو أ ناقص زد ناقص واحد، وهاد أ ناقص زد راهي هادي، إذا إن بريم هو إن ناقص واحد. إذا بغينا نمثلوه ها هو، إن مخطط إن زد، إذا ها هي زد، وها هي إن، هادي النويضة الأصلية. ها هي النويضة الأصلية إكس أ زد. شنو عطاتنا؟ عطاتنا نويضة أخرى شحال عندها؟ زد بلس أ، نمثلوه زد بلس أ، ها هي زد بلس أ، وعطاتنا نويضة أخرى عندها إن، شحال هي؟ إن ناقص واحد، نقص منها واحد، ها هي. إذا هذه النويضة المتولدة، ها هي إكغيك أ زد ناقص زائد واحد. حنا شنو عندنا؟ حنا عندنا إكس مشان إكغيك، إذا هو بيتا موان، إذا ها هو إكس يخضع لنشاط بيتا موان وعطانا إكغيك، إذا دائما بيتا موان نحو الأفاصيل. الآن نمشيو للنشاط، نشاط بيتا بلس. ناخذ مثال بي 15 28، شنو عطانا؟ عطانا بوزيترون وعطانا سيليسيوم. سيليسيوم 28 14. اذا نفس الطريقه غنديرو، غنحدو زد، شحال زد؟ هو 15، و ان هو 28 ناقص 15 هي 13. ومشاو كذلك بالنسبه للسيليسيوم، زد 14 و ان 28 ناقص 14 هي 14. ونمشيو نمثلوه مخطط ان زد، نمثلوه مخطط ان زد، اذا ها زد ها ان ها زيرو. شنو عندنا حنا؟ عندنا زد 14، عندنا زد 14 و 15، ها هي 14 15، وعطنا وعندنا ان 14 13، اذا ها 13 ها 14. نمشيو البي نمثلوها، بي عندها 15 13، اذا ها 15 ها 13، هذه هي النويضة الاصليه المشعه 15 28. وشنو عطاتنا؟ عطاتنا السيليسيوم شحال عنده؟ 14 14، ها هو هاو شحال عندها؟ 14 14، إذا ها هي السيليسيوم 28 14. شو كنلاحظو؟ أن بي مشات عند السيليسيوم، إذا ها هو النشاط بيتا بلس، إذا دائما بيتا بلس متجه نحو الأراتيب، يعني نحو إن كبيرة. إذا نديرو خلاصة شاملة لهذه الإشاعات. ها إن
زاد، عندنا النويضة الأصلية هي زاد، وهي ام، هاي النويضة الأصلية اكس ا زاد. اذا هذه النويضة خدعت لنشاط الفا فأعطتنا نويضة اخرى إيغريك ا ناقص 4 زاد ناقص 2. اذا شحال نقصنا؟ زاد ناقص 2، اذا هي زاد ناقص 2، يعني نقصوا جوج بروتونات، نقصوا كذلك جوج نوترونات، هاي ان ناقص 2 وخدعت نشاط الفا. اذا هي خدعت نشاط بيتا موان هبط لتحت بيتا موان، شنو غادي نلقاو؟ واحد النويضه اخرى ايغريك ا زد زائد 1، اذا هاي عندها زد زائد 1 و ان ناقص 1. الى خدعات البيتا بلس نلقاو نويضه اخرى، شنو هي؟ ايغريك ا زد ناقص 1. اذا شنو غادي نلقاو؟ نلقى واحد النويضه عندها زد ناقص 1 وعندها ان زد وعندها ان زائد 1. بقى لينا نشاط اخر اللي ما شفناش، هو النشاط غاما. النشاط غاما التعريف ديالو، النشاط غاما عبارة عن موجة كهرومغناطيسية ذات طاقة كبيرة جدا. أشعة غاما عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات طاقة كبيرة جدا تستخدم لعلاج السرطان. نشاط غاما عبارة عن موجة كهرومغناطيسية ذات طاقة كبيرة جدا، وهو هذه الفكرة مهمة، وهو يصاحب الأنشطة الإشعاعية السابقة، يعني ألفا وبيتا موان وبيتا بلس، وهو يصاحب الأنشطة الإشعاعية ألفا وبيتا بلس وبيتا موان، بحيث تكون النواة المتولدة في حالة إثارة، ولفقدان إثارتها تبعد أشعة غاما. المصطلح الجديد هنا نواة متولدة في حالة إثارة، عندما نقول نويضة أو نواة مثارة ماذا يعني؟ يعني أن لها طاقة كبيرة جدا. ممكن نواة متولدة في حالة إثارة أي لها طاقة كبيرة جدا، ولفقدان هذه الطاقة تبعد أشعة غاما. ندير مثال، حنا مثلا خدينا بي اللي هو 15 28، خدع لنشاط بيتا بلس فأعطانا نويضة السيليسيوم 28 14 زائد بوزيترون. إذا هذه النويضة عندما تتكون تكون في حالة إثارة، إذا الرمز ديال النويضة مثارة هو هذا إكس ا زد، إطوال تعني نويضة مثارة أي لها طاقة كبيرة جدا، ولفقدان هذه الإثارة هذه النجمة يجب أن تبعث أشعة غاما. إذا هذه شنو غنلقاو؟ غنلقاو السيليسيوم 28 14 شنو غيعطينا؟ إطوال نويضة مثارة، أي يعطينا نفس نويضة السيليسيوم غتفقد الإثارة ديالها وغتبقى السيليسيوم زائد أشعة غاما. إذا ماذا نلاحظ؟
ان غاما يصاحب انشطه اشعاعيه اما الفا بيتا موان بيتا بلس. مثلا بي شطانا سيليسيوم هذه النويضه تكون في حاله اثاره والفقدان اثارتها تبعد اشعه غاما. اذا بصفه عامه هذه النويضه مثاره اكس ا زد هي ولفقدان اثارتها تبعد اشعه غاما زائد النويضه الاصليه اكس ا زد. الى هنا تنتهي حصه اليوم، ترقبوا تتم الدرس في، وشكرا، نسألكم الدعاء.